يا مساء الورد والفل والياسمين على كل جمهور اخر النهار في كل مكان، واهلا بيكم وفقرتنا الاسبوعيه اوف سايد. استاذ تامر مساء الورد. ازيك يا ولاء؟ عامل ايه؟ مساء النور عليكي وعلى الساده المشاهدين كلهم. يا مساء الهنا والسعاده، ونحاول بقى نتفائل لان احنا بقالنا اسبوع الحقيقه عايشين، انا اسفه اني هقول بس دي الحقيقه، كل مشجع للكره المصريه في السواد الاعظم. تصدقي ان احنا ربنا كان موفقنا قوي 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 قوي. الحمد لله الحمد لله لما اخترنا اسم الفقره دي اوف سايد. لانه الحقيقه اتضح اهو ان الكره المصريه كلها اوف سايد. اوف سايد مفيش حاجه فيها عدله، ومحتاجه المنظومه كلها ترجع اون سايد. والله انا كنت اتمنى ما اسمعش المكالمات والتسريبات والتصريحات الصريحه من المسؤولين السابقين او المسؤولين الحاليين، كنت اتمنى اعرف ان النتائج اللي حاصله دي سيئه ومعرفش غرفه العمليات بيدور فيها ايه. النهارده المؤتمر طبعا كلنا كنا مستنيينه، كابتن حازم امام بالنيابه عن اتحاد الكره كله، المجلس كله طوارى ما شفناهوش، وخرج لنا كابتن حازم امام صاحب الشعبيه الكبيره، ده معناه ان المجلس كله كان بيراهن على شعبيه كابتن حازم امام. معلش انا عايزه بس اقول حاجه، لا كابتن حازم امام اكبر من كده بكتير، ما ينفعش الحياه يتحط في موقف زي اللي شفناه فيه النهارده. القرارات طلعت احنا اساسا بقالنا يومين بنتكلم فيها، رئيس اتحاد الكوره مدير فني للاتحاد نفسه اجنبي، مدرب للمنتخب اجنبي، رئيس لجنة التحكيم أجنبي. طب ما احنا بقالنا يومين وعارفين القرارات دي. انت حسيت النهاردة من المؤتمر انك شفت حاجة جديدة، سمعت حاجة جديدة، حاجة طمنتك؟ بصي على المستوى الخبري في حاجة جديدة، احنا طول الاسبوع العشرة ايام اللي فاتوا كانت اجتهادات واشاعات واقاويل، وجمال علام مع حفظ الالقاب طلع قال هنغير المدرب، وبعدين رجع طلع بيان رسمي نفى فيه الكلام، وكلام كله تخبط وعشوائية وفوضى كاملة. فعلى المستوى الخبري في النهارده خبر جديد انه تم توجيه الشكر لإيهاب جلال. ما هو ده حصل لإيهاب جلال في الطياره لكوريا. لا خبر ولا طب خبر. مش رسمي خبر. رسمي خبر، في حاجه اسمها خبر وفي حاجه اسمها نتكلم. في طول العشر ايام اللي فاتوا كله بيهري تخبطات، كله بيهري وبيهزي. على المستوى الخبري انا كلامي دقيق، على المستوى الخبري في النهارده خبر حلو. كان يستاهل مؤتمر كامل؟ لا يستاهل طبعا مؤتمر، بس هو الاتحاد اللي ما يستاهلش نفسه انه نتكلم عنه كتير، لانه هو المفروض يبقى في خبر كان كمان مفروض. واللي حصل النهاردة انا في رأيي ده حاجة اسمها ان انا بصدر حازم امام. بصدر يعني ايه؟ يعني بصدره عشان انا مكسوف، عشان انا متداري، عشان انا ماليش عين اطلع واجه الجماهير والرأي العام والاعلام. مين بقى اللي ماليش عين؟ رئيس الاتحاد والمنظومة بتاعت اتحاد الكرة كلها. قال لك مين اللي عنده قبول، مين اللي عنده جماهيريه شعبيه كبيره، مين الناس اللي مش هتزعل منه، الناس بتحترمه، مين الناس اللي مش هتطلع ضوافرها وتاكله؟ حازم امام مسك عليه. فالحقيقه ده انم عن شيء ينم عن خبث. قبل ما ينم بقى كابتن حازم امام ومعاه كابتن بركات كانوا معترضين اساسا، اجيب انا مصداقيه منين انه بعد ما كابتن حازم هيطلع يقول لنا الحاجات دي كلها ان ده اصلا مش هيحصل في الغرف المغلقه، ان يقولوا له لا يا حازم ويركنوا قراره على جنب؟ لا مفيش حاجه اسمها قراره، لا 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 رؤيته يا سيدتي النهارده طالع بيتكلم بلسان اتحاد الكره، دي مش رؤيته، هو مش تعمل مؤتمر صحفي شخصي، لا هو النهارده اللي سمعناه ان هم يعني اسندوا له ملف اختيار المدرب والاتحاد. النهارده هو بيتكلم وبيقول الاخبار والقرارات دي قراراته الشخصيه لا المجلس بس، فهو النهارده مؤتمر صحفي او اعلان رسمي من اتحاد الكوره. بس بقول لك لان اتحاد الكوره مكسوف ومداري وخزيان، فقام مصدر حازم قال له اطلع انت عشان تستحمل السهام والنقد والليله كلها، مفيش حد فينا له عين يواجه الراي العام والجماهير والاعلام، ودي كارثه اكبر. وانا للمره النهارده اليوم ال 11 انا بقول لهم يعني طالما خزيانين كده وعارفين ان انتوا اجرمتوا في حق الكره المصريه بالتخبط والعشوائيه كده، طب ليه قاعدين؟ ارد عليك زي هما بيقولوا ايه لما بتقول لهم ليه قاعدين؟ احنا لو مشينا هيجي لكم لجنه تاني، هيجي لكم تاني لجنه احاديه القرار، هيجي لكم تاني استاذ هاني ابو ريده، وهيجي لكم، لان هما واضح انهم فريقين يعني هو منقسمين على بعض يعني جوه الاتحاد. هو بيهددنا بهاني، هو هاني مريده مش ما احنا يا احنا يا هم هيجوا لكم. هو مش هاني مريده اوريدي موجود؟
موجود طبعا مكتب التنفيذي للكاف لا والفيفا. مكتب تنفيذي ايه، هو موجود في الاتحاد ازاي؟ بقاء الاتحاد ده. ازاي؟ هو هاني ابو ريده هو الرجل القوي لا، ما في هو هذا واضح الاتحاد. من المكالمه اللي حصلت بين استاذ احمد مجاهد واستاذ جمال علام انه منقسمين على بعض، مفيش الكلام ده. ما اي لانه حد، قال له كلمه، اي قال له حد دي معدي تصفيه في شارع حسابات الجبلايه، قديمه. اي حد معدي في شارع الجبلايه اللي فيه اتحاد الكوره عارف انه الرجل القوي في اتحاد الكوره حتى رغم ان هو ملوش كرسي هو المهندس هاني ابو ريده. وده مش عيب الحقيقه، انه هو قوي ومسيطر، وانه المجلس ده بدعم ومسانده وترشيح من هاني ابو ريده. هو السؤال المهم لينا دلوقتي سواء ابو ريده او غير ابو ريده، انا مش بتكلم على اشخاص، انا بتكلم على اداء. بالظبط. انا بقيم اداء. الاداء الذي ظهر عليه هذا المجلس في الكام شهر اللي فاتوا اداء متخبط لا ينم عن تخطيط ولا اي بشاره للكره المصريه الفتره هم القادمه. فقدوا المصداقيه بيننا وبينهم يبقى خلاص. لازم يمشي. زي ما جمهور التالتة زمان كان بيطلع في المدرجات يقول لك قاعدين ليه، ما تقوموا تروحوا. طيب انا دلوقتي واحده قاعده في البيت بتفرج على التلفزيون، بتفرج على التصريحات من كل مسؤول، حد بيقول لي لو مشي المجلس دلوقتي هيجي لجنه الفيفا هتعينها، تحدي تاني بيقول لا مش لا هيحصل مش انت عارفه الكلام لا ده لا لجنه ايه، وهيحصل هو لو عكسه استقال تماما، المجلس، اللائحه بتقول غير كده. لو استقال المجلس المدير التنفيذي يدير المجلس لمده شهر لحين دعوه الانتخابات لانعقاد الجمعيه بس، العموميه. ما فيش لا لجنه تيجي ولا لجنه تروح. هي الفكره احنا مش عايزين اي تدخل حكومي، مش عايزين اقاله، احنا عايزين استقاله. المجلس مستقيل، فيفا كده واللجنه الاولمبيه ما لهمش دعوه، الناس المتطوعين مشوا. فبيحصل ايه؟ التنفيذيين في اتحاد الكوره اللي هم الموظفين بيديروا المجلس من شهر الى 3 شهور لحين الدعوه للانتخابات ننتخب فيها اعضاء جدد ومجلس جديد، مفيش حاجه خالص. مع تراجع المركز حتى بتاع مركزنا احنا العالمي، تصنيفنا العالمي، في حاجه بس نقطه انا عايزه اكلمك فيها، مش عارفه هتشوفها معايا صح ولا انا مش شايفاها يعني كما ينبغي من كل الزوايا. دلوقتي علاقه طول عمرنا الجمهور هو اللي بيساند اللعيبه. الجيل ده انا مش هنكر طبعا انه طلع واحد زي استاذ حسن البلتاجي شخصيه جميله، موجود ضمن جهاز المعاون لهانز فليك المدرب للمنتخب الالماني. الراجل ده لما كلف ملف انه يعمل ملف كامل عن اللاعب المصري قال ان في 6 عناصر يجب ان تتوفر في اللاعب عامه، مش موجود فيها غير عنصر واحد بس في اللاعب المصري، هنركن ده على جنب. هيجي بعد كده كارلوس كيروش لما اتقال عليه انه عمل من الفسيخ شربات، تمام كل الكلام ده انا مش بعترض عليه، بس عند كارلوس كيروش الفسيخ فسيخ والشربات شربات. اللعيبه دي ده اللي انا عايزه بس اوصل له، لما طول الوقت في مقارنات مع جيل كابتن حسن شحاته، اللعيبه دي لما طول الوقت بتسمع التصريحات دي كلها، اللعيبه دي لما هي ملهاش ذنب انها اتنشأت بالشكل ده او حتى على فرض بعضهم جيب الواسطه، اللعيبه دي هتنزل الملعب انت حضرتك لما سمعت المكالمه بين استاذ احمد مجاهد وبين استاذ جمال علام حسيت بايه؟ بقهر، بصدمه حقيقي. المسؤولين بيقولوا لبعض كده. ايوه طب عايزه ايه؟ اللعيب نفسه جوه غرفة العمليات هينزل ملعب يعمل ايه؟ الفجوة اللي حاصلة دلوقتي بين الجمهور يعمل ايه وبين اذا كنا متفقين ان هو ما بيعرفش يعمل؟ حلوة قوي. طيب حلوة قوي. بس احنا عندنا حاجة موجودة اسمها الروح. لما انضغط عليهم كوت ديفوار، المغرب، كوت ديفوار والكاميرون والسنغال قدموا لنا حاجة. لا مش بس بالروح، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان الروح بس لوحدها؟ ما قلتش ان الروح لوحدها، بس طيب الاداء ماشي. اللي شفناه على الاقل وصل لركلات ترجيح كان كويس. ليه يا ولاء؟ ليه؟ عشان كان في مدير فني فاهم ومحترف وخبير وواصل له ان دي قماشه اللعيبه التي لا يمكن انها يطلع منها اكتر من كده، فحط لهم التكتيك اللي ينجحهم. هوافقك على كده. وده اللي عمله كوبر وده اللي عمله كيروش. طب انا موافق على كده، لكن اخرتها ايه ان احنا نمسك اللعيبه ليل مع نهار مع ان العيب اساسا في المجلس؟ احنا على فكره مين اللي ماسك اللعيبه ليل مع لا نهار؟ انا حاسه الفجوه دلوقتي كبرت جدا بين الجمهور. ايوه عشان الجمهور شاف ان اللعيبه بتتنطط علينا بدون سبب، اللعيبه بتيجي هنا على الانديه تتنك وتحط رجل على رجل، واللي بيطلب 30 و40 و50 مليون وهو ما يسواش 3 ابيض. وفين ادائك اللي يخليك تتنك عليا وتقول انا احسن لاعب في مصر وعايز فلوس قد كده والنادي يقدرني؟ النادي يقدرنك على ايه؟ على ان انت ما تعرفش تستلم كوره؟ تستلم وتستلم. بعيدا عن ظاهره ارتفاع اسعار اللعيبه اللي فجاه ظهرت في مصر، أسعار. انا بتكلم عن الجمهور له حق انه يشوف ان الجيل ده للاسف جير فقير كرويا، وده ما يزعلهمش. لا احنا ما ليل ونهار هنقول كده. طب وبعدين احنا عايزين منهم ايه في الملعب بقى؟ عايزينهم يجروا بس، وعايزين مدير فني محترم بيفهم زي كيروش او كوبر يوقفهم صح. انا سالتك لما سمعنا المكالمه، ممكن مجرد مكالمه. انسي المكالمه، احنا تعبنا. طب اكمل بس كلامي. هل ينفع وانت ما بتفهميش في النجاره اجي اقول لك اعملي لي مكتب خشب واعملي لي
اخرك هتعملي حاجه يا دوبك تعدي، لكن مش هتوقع ان انت هتطلعي لي حاجه عمرو حلمي ديزاين يعني. طب في الاعلام في تصريح انه فاهمه فقد الشيء لا يعطيه. خليني كمان عشان بس اوصل لك النقطه اللي انا عايز اوصلها. انا وصلت لي وبقول لك انه اهو في عينيهم اهو، يا لعيبه منتخب مصر للاسف انتوا عندكم فقر في مهارات الكره الاساسيه بشكل كبير. كل معظمكم عنده مشاكل في التسليم والتسلم، مش معظمكم ما بيعرفش يستلم تحت ضغط، معظمكم ما بيعرفش يضغط، انتوا بتعرفوا تحلقوا. فبالتالي افضل اداء احنا مستنينه منكم هو شويه روح زي ما انت قلتي مع تكتيك صح يخليكم تدافعوا وتقفوا كويس. طب هما اللي هيحطوا التكتيك وهما اللي الروح بقى دي كده قلت لك دي اللي انا بقولها. وكوبر ايهاب جلال لما جه حب يفنن وقال نلعب كوره شال 2 و4 من الاسيوبيا واربعه من كوريا. ليه؟ اللعيبه دي ما تنفعش تلعبي مباريات مفتوحه وتلعبي كوره. اقف وستف ودافع وباسل صلاح. الحكمه الذهبيه اللي قالها كوبر والناس تريقت عليه. لا هو الدليل باسل صلاح ان صلاح لما غاب عن اثيوبيا وعن ماتش كوريا لا ولا كان هيحصل حاجه طالما انت بتلعبي لعب مفتوح. هذا المنتخب دفاعي. يا جماعه مش عيب. وانا ما بقولش انه عيب، انا بتكلم على حته. لا انا بتكلم على الناس اللي بتقول لك احنا عايزين الكره الممتعه، الكره الممتعه لمن يستطيع تقديم كره ممتعه، لما يكون عندك جيل زي جيل الحضري وبركات ومتعب وعمرو زكي، ده احنا ما كناش عارفين نلعب مين ولا مين من كتر ده خط الوسط بس كان فيه 3 اساطير، حسني عبد رب واحمد حسن ومحمد شوقي، كل واحد منهم يشيل خط نص ملعب. طب ما بالك دلوقتي اللعيبه بتشوف، بقول لك في غرفه العمليات كل ده بين المسؤولين ومع إيه بعض. غرفه العمليات غرفه الملابس. النوم لا مش قصدي في غرفه الملابس، غرفه العمليات اللي هو التصريحات اللي احنا ما بنسمعش عنها وما نعرفش ايه اللي بيحصل بينهم جوه في اتحاد الكوره، اللعيبه شايفه كل ده بعينيها، بتنزل الملعب تعمل ايه؟ انا ما بقولش ان هم ما انا بقول لك اهو تنزل تدافع. الاحباط يا فندم تنزل تدافع. على فكره اللي احنا بنقوله ده اقل ما يمكن ان يقال عن اللعيبه، لان احنا لما بيعملوا حاجه عدله بنقول عليهم ميسي وبياخدوا فلوس قد كده وبياخدوا البطولات ومكافئات، لما يخذلونا ويهينوا تيشيرت منتخب مصر ويخلونا قاعدين في ماتشين بتوع اثيوبيا وكوريا واحنا مكسوفين ان ده منتخب مصر، ما ينفعش تطبطب عليهم. طب ممكن اقول لك كلمه؟ انا مش بقول لك طبطب عليهم، احنا ممكن قبل الهوا تكون معايا انا بتعلم منك، ممكن قبل الهوا الاقي الدنيا هنا مثلا في الاستوديو قبل ما نطلع هوا في حاجات بتحبطني، اكيد لما هطلع مش هكون منطلقه، مش هقدر ان انا اقدم حاجه، ما هم بيشوفوا جوه حاجات كتير قوي وحشه. ماشي، انت لما بتعملي حاجه كويسه واطلع اقول لك ممتازه وهايله وبرافو عليكي، مش ده واجبي؟ اكيد بيرفع معنوياتي طبعا وخليني اتعلم اكتر. ولما تبقي مقصره لازم تقولها لي. بس خلاص احنا بنقول، لكن انا شايفاك انت اصلا سيء، انا هعمل ايه؟ مش سيء، انا بقول انا بتكلم عن إن ما انا عارف اللي بيحصل. انا بتكلم ان انا بقول لك ان الجمهور دلوقتي شايف، انا مش عارف فين المشكله، انا بقول لك الفجوه اللي كبرت، الجمهور مدرك انه هذا المنتخب لا يستطيع تقديم كره جيده، امكانياتهم كده خلقتهم كده وعماله بتسوق اكتر بسبب خلقتهم كده. بس هم مش هم اللي وصلوا لكاس العالم 2018، وهم اللي وصلوا لنهائي افريقيا 2022، وهم اللي وصلوا لنهائي الملحق مع السنغال. يبقى معنى كده ايه؟ انه بالامكانيات والمهارات المحدوده دي مدير فني واتحاد كره بس بيفهم شويه نقدر نوقفهم على حيلهم، مش المنتخب اللي يقابلهم ياخدهم 2 و3 و4 و5. هي الفكره انه انا ما بقولكش ان انت ميسي، بس بقول لك العب على قد امكانيات. انا اثرت النقطه دي ليه بس؟ علشان والله انا شايفه نفسيه اللعيبه خلاص احنا بقينا بينا فجوه كبيره. الف سلامه عليهم وكيزوا على نفسيه اللعيبه، هم اضرب نفسهم والدب اللي احنا بنعمله ده هو اللي هيفوقهم ويصحصحهم. مش هيقدموا لنا حاجه. براحتهم، على فكره براحتهم. لا احنا يعني براحتهم ندوس عليهم يا فندم. طبعا ندوس عليهم. لا مش قصدي ندوس عليهم باتحاد كوره، لحد دلوقتي مش عارف يدير المنظومه. لما بيدوسوا علينا لما بيكسبوا وبيتنططوا وبيتشرطوا وصورهم بتملى الجرايد، لازم ندوس عليهم لما يقصروا ويهينوا سمعة منتخب مصر. أنا مؤخرا شفت حمدي فتحي اللي عمري ما شفته عصبي في الملعب، بقى عصبي على أقل حاجة، وكل دي ضغوط برضو. ألف سلام عليهم الضغوط. تمام. طيب أنت شايف إيه الحل الأمثل والأسرع علشان السواد الاعظم اللي احنا فيه ده؟ ولو ان انا شايفه انه مش يعني مش كفايه نقول جمله او جملتين بس. هو إيه رحيل اتحاد الكوره؟ مين اللي بيخطط للكره المصريه؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره عامل تخطيط ما فيهوش تخطيط، في تظبيط. وفارق كبير ما بين التظبيط والتخطيط. احنا عايزين تخطيط
ومخططاتيه مش مظبطاتيه. عايزين ناس تيجي تحط بلان للكره المصريه وتبقى عارفه يعني ايه علم اداره. انا اتحدى ان حد من اللي قاعدين في مجلس الاداره ده يبقى بيتكلم عن اداره منظومه واداره منتخبات واداره جداول. طب اقول لك حاجه لطيفه. مش تعرف ان احنا بندور في دايره مفرغه للاسف. بقالنا مش عارف ايه. هو احنا بقالنا كام سنه، مع كامل الاحترام للاشخاص اللي انا هتكلم عنهم دلوقتي، بقالنا كام سنه بنقول ان احنا عندنا مشكلة. دوري مهلهل ومش ملتزم ومش متخطط وما فيهوش انضباط في المواعيد وبتاجيلات عمال على فاضي ومجاملات عمال على فاضي. بقالنا كام سنه يعني؟ من 2000 و... مش فاكر انا، مش فاكر كتير، من 2011 2012 او حاجه كده. وكل سنه نقول نفسنا بقى نبقى زي الدوري الانجليزي ولا بلاش الدوري الانجليزي، الدوري السعودي ولا الدوري المغربي. تخيلي دلوقتي بقينا نضرب المثل بالدوري السعودي والدوري المغربي، نقول نفسنا نبقى زيهم في انضباط الجدول وان عندهم ماتشات دوليه، عندهم انديه بتشارك قاريا، ده ما بيغيرش حاجه، وكل فرقه عارفه على مدار السنه هتلعب امتى. صح، انا شاهد على حاجه بس ما تستفزنيش. انا شاهد على حاجه قبل الشهاده او الاستشهاد اللي انت هتستشهديه ان شاء الله. مين بقاله 27 سنه بيحط جدول الدوري؟ استاذ عامر حسين. صح، وعجبنا ومبسوطين ومكمل رئيس لجنه المسابقه. لا هقول حاجه بقى لله، لوجه الله، يعني والله لوجه الله. انت واخده بالك بس قبل الشهاده؟ بس انت واخده بالك؟ واخده بالي. يعني ناس طب يعني انتوا شايفين العيب اهو وشايفين انه كذا. الحاج عامر حسين على فكره من انضف الناس واجمل الناس على المستوى الانساني، بس انا بقول ان هو الراجل بقاله 20 سنه بيحط جدول الدوري ومش عاجبنا. خليني بس اقول لك على حاجه، ومع ذلك كمان. لا مش كمان، ثواني بس. احنا قعدنا هنا بدايه الموسم لما جابوا 3 نسخ للدوري علشان نقدر نخلص الدوري بدري زي بقيه الدوريات. لا اكمل بس. انت لا تتكلمي عن السيستم، بتتكلمي عن سيناريو الدور الواحد ولا الدورين؟ لا ولا مش بتكلم على التم. هو الراجل اهو استاذ عمر حسين ساعتها اللي عرض الثلاث نسخ دول وقال لو عملنا دوري من مجموعتين او دوري من دور واحد هنخلص بدري. الانديه رفضت وقالت لا، وقلنا ساعتها الانديه مصلحتها. ايدك يا حبيبتي. نعم. مش دي النقطه، مش عايزه بالموز ولا بالفراوله. لا ممكن هنخلصه بدري ونبدا على نظافه الموسم الجديد. مش مهم موز. شيلي شعرك من على ودنك عشان اهو. انا كانك بالظبط كده بتقولي لي عايزه الكنافه بالمانجا ولا بالفراوله، بس هي كنافه. انت عايز تغير الكوادر نفسها. انا عايز اغير الكنافه، مش عايز بطعم ايه. هي مش فكره ان انا العبه دور واحد ولا خلصوا امتى. ايوه بس دي كانت نقطه لازم اقولها. عايز اغير، مش مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله. غير الكنافه يعني ايه؟ يعني عايز حد يحط الجدول وفقا للفيفا ديتس ويحط قطن في ودنه. لما الاهلي يقول له عايز ااجل كذا يقول له مفيش حاجه اسمها تاجيل. لما الزمالك يقول له مش هلعب كذا اقول له مفيش حاجه اسمها كده. لما بيراميدز يقول له والله ما اعرفكش. في حاجه اسمها قانون وسيستم هيمشي على الكل. احنا الاشخاص دي مش قادره انها تعمله، وبقى لهم 20 سنه مش قادرين ان هم يعملوه ومكملين. بس الرابطه السريه دي عامله حاجه كويسه. وصلت خلاص، وصلت. هي الرابطه متسابه تعمل حاجه؟ الرابطه بتدير الجدول. لا بس على قد ما قدروا وقفوا، عملوا حاجات حلوه. بس بيديروا ما هو موجود. انا اعتراضي على ما هو موجود. انا فكره النهارده انت مش قلتي سؤال. ازاي نغير الوضع الاسوأ حل نلاقي حل للحل. انا بقول لك انه لا حل الا مع تغيير المنظومه. تمام. ما تقوليليش اشيل المانجا واحط موز، ما هي تظل كنافه. انا عايز اغير الصنف نفسه. الصنف نفسه يتغير، مش الطعم ولا المذاق. اتحاد الكره الجزائري قدم استقالته النهارده، ده طبعا يعني ذوق منهم لانهم ما يقدروش يوصلوا لكاس العالم. خبر ابيض. عشان بس ما يقدروش يوصلوا لكاس العالم. والله. لا الف سلام عليهم. الله يسلم. القمه يوم الاحد ان شاء الله. الايه؟ القمه يوم الاحد ان شاء الله. جاهز لها؟ والله صدقيني. إيه إيه والله إيه صدقيني وصلونا المرحلة. هم مين؟ اللعيبه. لعيبه مين؟ الاهلي ولا المنتخب؟ هو لعيبه الاهلي والزمالك. انا بتكلم على الاهلي بدون موسيماني. ايا كان. والله انا بقول لك بمنتهى الامانه، واعتقد ان شعوري ده هتلاقيه عند، مش هقول لكل الناس بس هتلاقيه كتير من متابعي كره القدم سواء الاهلاويه او الزملكاويه اللي مقبلين على ماتش من حد. ما عندناش نفس. عارفه يعني انا زمان لا ما يمكن انت اللي ما عندكش نفس عشان شايف ان موسيماني رحيله. لا 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 بالعكس، ما الاهلي لسه كسبان 4 امبارح وعامل شو ما حصلش مع سامي قمصان. طب انت شفت ايه ليه اللعيبه امبارح؟ بس انا عايز اوصل لك بس الفكره.
مالهاش علاقه باهلاويه ولا زمالكاويه دلوقتي، انا بقول لك لعيبه المنتخب المصري اللي هم اساسهم ومعظمهم من الاهلي والزمالك وصلونا لمرحله ان احنا بنتفرج على الكوره المصريه دلوقتي من غير نفس. انا اهو واحد انت عارفان انا كوين قد ايه وبحب الاهلي قد ايه وبحب الماتشات قد ايه، بس انا بقول لك اهو نسبه اهتمامي بماتش الديربي اللي جاي ومن حد اللي جاي ده لو كانت في العادي بتبقى 200% النهارده ما تكونش 30-40%. على فكره وهتفرج عليه زي اي ماتش. في اسماء جديده بعيد عن المنتخب، فانت ليه محبط؟ في اسماء جديده في الاهلي وفي الزمالك، ليه محبط؟ عشان هو احنا مش بني ادمين. الجو العام، المناخ العام. طبعا انت لسه بادية البتاع بتقول لك احنا في اسبوع اسود للكره المصريه، اطلع اقول لك ان انا متحمس. يعني ايوه الاهلي والزمالك بقى عندنا قمه. مش في قمه، دي مش لازم يكون لعيبه قمه. ان شاء الله يبقوا قمه باذن الله. مفيش ما طب اقول لك ايه، استنى بس، شفت سيف فاروق جعفر؟ انا عايز اخد حبايه ضغط قبل الفقره دي عشان اقوم. سيف فاروق جعفر في الزمالك واعد. لا مش قصدي واعد ولا يعني الراجل عمل لمساته الهدف بصراحه كان قراره فيه مفاجئ. بقول لك واعد، لعيب واعد. في كمان مصطفى شوبير. الشباب دي في ظل اللي بيحصل والمصالح الشخصيه اللي احنا عمالين بنعاني منها، هيعرفوا يشقوا مستقبلهم وهم كل واحد شايل اسم ابوه، وهيبداوا كل ما يعملوا حاجه كويسه هيقول لا ده عشان ابن انسي موضوع شبير ابوه ده، موضوع وده عشان ابن كابتن فاروق جعفر. انسي موضوع ابوه ده عشان ده موضوع سخيف قوي، انا ضده من زمان. مفيش حاجه اسمها واسطه في الموهبه، المجالات اللي فيها موهبه الكلام ده. لو انا بعين موظف حكومه وداري في الحسابات ولا في الشؤون الاداريه او اتعين بالواسطه، لكن في الموهبه ما في لعيبه ولاد لعيبه وفشلوا. وفي يعني مثلا زي شريف اكرامي، ابن نجم كبير اسمه اكرامي، بس اسالي جمهور الاهلي عنه هيقول لك احبوش. ما يمكن عشان راح بيراميدز. احبوش تمام. ما هو راح بيراميدز ليه؟ عشان جمهور الاهلي قال له ابوش ايدك يمشي، كفايه الاخطاء القاتله اللي ضيعت مننا كام بطوله. وهلم جره في الغنى، ما في ولاد بتاع لما اول ما قال يا ليل يا عين ضربوه بالطماطم. في مجالات الموهبه ما فيش كده. انا بقول لك انه مصطفى شوبير ينسى الكلام اللي بيتقال عليه، وسيف فاروق جعفر ينسى الكلام اللي بيتقال عليه، موهبتهم هي اللي هتثبت نفسها، وانا شايف ان الاثنين واعدين، والاثنين انا بقول لك اهو هيحجزوا مكانهم بالقوه، لانه اللي فوق في الفريق الاول فوقيهم انصاف لبه. انت اطمنت لما شفت مصطفى شوبير حارس مرمى امبارح في لا ما اقدرش اقول اطمنت، بس استبشرت خير. تمام. طب قبل بس عشان ضغطك ما يقلقش وتاخد حبايه الضغط، حط لي طب التشكيله بكره يوم الاحد هتبقى عامله ازاي؟ تشكيله مين؟ تشكيله النادي الاهلي. كوريا الشناوي، وهتلاقي صعب يدفع ببدر بنون، اعتقد انه لو عبد المنعم هيلحقوا يجهزوه هيلعب، وياسر ابراهيم هيجهز، وعلي معلول هيكون رجع من تونس، ومحمد هاني يمين في النص، هتلاقي عمرو السوليه لما يرجع برضه من كوريا مع الحاج اليو ديانج لما يرجع بالسلامه من مالي. لو سامي قمصان هو اللي بيدرب هيلعب اليو ديانج جاهز خلاص، رجع سامي. رجع خلاص جاهز. انا قصدي لما يرجعوا من بعثاتهم يعني والمنتخبات اللي كانوا بيلعبوا فيها. سامي قمصان لو هو اللي هيدير الماتش هيلعب باثنين بس في نص الملعب، مش هيلعب بثلاثه زي ما كان موسيماني بيلعب 4-2-3-1 يعني. بيلعب بالسوليه وحمد فتحي واليو ديانج. لو سامي قمصان اللي هيدير المباراه هيلعب باثنين بس مش بثلاثه، وقدام هيلعب بالشحات وشريف وعبد القادر، وراهم طاهر بقى شحات، وقبلهم يا طاهر يا قفشه. ده 4 كام دي؟ 4-2-3-1 4-2-7-3 4 زي بتاعت رضا عبد العال. لا لا انت محبط جدا طبعا. سلامتك جداً. الف سلامه طبعا جداً. كلنا طبعا قال لا مش عارف احبك ازاي يا بصله وانا كل مش عارف ايه منك بدمعه. انا عندي فتره سيئه للكره المصريه احبطتنا جميعا، وهم نفس اللعيبه دي محتاجين ان هم زي ما زرعوا جوانا الاحباط ده ان هم اللي يرجعوا يحسنوا صورتهم. خلاص الاهلي هيكسب يوم الاحد عشان تنبسط وتبقى كويس. ايا يعني كان بقى اللي هم عايزين يعملوه يعملوه، ربنا يوفق. انا بشكرك، شرفت ونورتي ورفعت ضغطي كالمعتاد الحمد لله. سلام. هنروح لفاصل تقرير عن رحيل موسيماني من النادي الاهلي، ثم بريك، ثم بعد البريك فقره السوشيال ميديا الاسبوعيه وزميلتنا الصديقه جهاد الديناري.
أنهى الأهلي حقبة الجنوب إفريقي باتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد مشوار حافل ومثير للجدل في الوقت نفسها، حيث تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد عدد من الوقائع المثيرة التي شهدتها الأيام الماضية. موسيماني خاض مع الأهلي في 102 مباراة منذ أكتوبر 2020، حيث تولى المهمة خلفا للسويسري ريني فايلر، حيث نجح في تحقيق الفوز في 65 مباراة وتعادل في 26 وخسر 11 مباراة. على صعيد البطولات يبقى سجل موسيماني مميز مع الأهلي، حيث فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين وخسر النهائي الماضي، كما فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي مرتين والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية مرتين وكأس مصر مرة. وفي المقابل خسر موسيماني لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وخلال الأيام الماضية كانت المؤشرات تدل على رحيل المدرب الذي سافر للمغرب بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لحضور دورة تدريبية خاصة بالفيفا. ووجهت إدارة النادي الشكر للجنوب إفريقي باتسو موسيماني المدير الفني بعد فسخ التعاقد بالتراضي وفي ضوء احترام متبادل بين طرفينا. وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور وبحضور الكابتن حسام غالي ولجنة التخطيط لمناقشة موقف باتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية. توترت علاقة الجنوب إفريقي باتسو موسيماني بالقلعة الحمراء بعد خسارة المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا الذي حققه في الموسمين الآخرين بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية دون رد في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.